نواقض هذه الحلية. يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر، ثانيا نقل الكلام من قوم إلى آخرين، ثالثا والصلف واللسانة، رابعا وكثرة المزاح، خامسا والدخول في حديث بين اثنين، سادسا والحقد، سابعا والحسد، ثامنا وسوء الظن، تاسعا ومجالسة المبتدعة، عاشرا ونقل الخطأ إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعمل والعمل. سدد الله الخطأ ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى.